ناصح الملوك ومربي الأجيال ومبدع نظرية اللاءات الثلاث، لا للعنف، لا للسرية، لا للتبعية للخارج. رجل أمضى 5 عقود يكتشف أسرار النبوة في التربية والبناء وصناعة الرجال، ينصح ويبني ويعلم ويربي ويجاهد. تعرف على مؤسس جماعة العدل والإحسان ومرشدها، صاحب رسالة الإسلام أو الطوفان. عبد السلام ياسين رجل جمع بين موسوعية الاطلاع وغزارة الكتابة والإبداع وقدرة فريدة على الجمع والتأليف، جمع القلوب وحثها لتطلب ما عند الله. وحد الفهم وصاغ التصور برؤية واضحة وشاملة على منهاج النبوة، تهمم بمصير الأمة فكرس حياته لإعادة عجلات فهمها إلى سكتها الطبيعية. بالجواب على سؤال محوري: كيف نزل المسلمون إلى دركات الانحطاط؟ وكيف ترجع للأمة عزتها وسيادتها؟ ولد الإمام عبد السلام ياسين بمراكش في 17 من شهر شتنبر عام 1928 من أسرة أمازيغية إدريسية. حفظ القرآن وعلوم اللغة العربية في مدرسة أسسها العلامة المختار السوسي، وبدأ يقرض الشعر وهو ابن 12 من عمره. أهله تفوقه إلى طي 3 سنوات دفعة واحدة في معهد ابن يوسف الذي قضى فيه 4 سنوات بتفوق، قاده إلى عالم الوظيفة في سن 19 من عمره. نبوغ في اللغات بطريقة عصامية واطلاع واسع، صفات إلى جانب أخرى أهلته للترقي في مناصب المسؤولية بالتعليم، معلما ثم أستاذا ومفتشا ثم مديرا لمدرسة المعلمين فمديرا لمدرسة المفتشين بالرباط. لما بلغ 40 سنة اجتاحت فؤاده يقظة قلبية أحيت السؤال المصيري في نفسه: كيف الوصول إليك يا رب؟ فعكف على كتب الصوفية قارئا وباحثا، ثم صحب الشيخ العباس شيخ الطريقة قادرية البوتشيشية رحمه الله مدة 6 سنوات. لكنه لم ير في الخلاص الفردي طريقة ولا في الانزواء منهجا، بل رأى ضرورة الجمع بين التربية والجهاد، الصحبة والجماعة، العدل والإحسان، ففارق الزاوية إلى فضاء أرحب. في أوج سنوات الجمر والرصاص سنة 1974 وجه الإمام عبد السلام ياسين وهو يومها أعزل إلا من إيمانه رسالة الإسلام أو الطوفان للملك الحسن الثاني الناجي يومها من محاولتين انقلابيتين، يدعوه فيها لإصلاح حقيقي شامل يقطع مع الاستبداد الظالم للعباد المبذر لمقدرات البلاد. فزج به في زنزانة بمشفى الأمراض العقلية حيث قضى 3 سنوات ونصف. وفي صيف 1982 يرد الإمام المرشد على رسالة القرن التي كتبها الراحل الحسن الثاني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1400 ودخول قرن جديد، دعا فيها الحكام لانبعاث إسلامي ففضح مغالطات رسالة الملك ودعاه لتفعيل مضمون الرسالة وتنزيلها في الواقع المغربي قبل غيره من خلال مقال قول وفعل نشر بافتتاحية مجلة الجماعة التي كان رحمه الله يتولى إدارتها، ليزج به هذه المرة في سجن العلو 2 كاملتين بتهمة المس بالمقدسات. تنامت شعبية الأستاذ عبد السلام ياسين، فعرفه الناس مربيا وعالما وقائدا لتنظيم إسلامي جمع بين قوة الكلمة ووضوحها وبين رفق الحركة التدافعية وسلميتها. فلما ذاق النظام به ذرعا فرض عليه الإقامة الجبرية في بيته بداية من 30 من دجنبر عام 1989 إلى غاية اليوم 15 من شهر مايو عام 2000. لم يكن الابتلاء بالسجن والحصار ليحد من إقدام الرجل وإصراره،
والمضي بكل ما أوتي من علم وقوة في طريق الحق الذي عرفه، لم ييأس بل ظل صامدا ثابتا قائما للحق طالبا. بعد وفاة الحسن الثاني أرسل رسالة ثانية، رسالة إلى من يهمه الأمر، إلى الملك الجديد محمد السادس، يدعوه فيها إلى ما دعا إليه والده، ويقترح عليه المدخل الصحيح لإخراج البلد من أزمته برد المظالم وإرجاع أموال الشعب المنهوبة. لم يشغله المطلب العدلي عن المطلب الإحساني، فعاش هم الآخرة وانشغل بحب الله والتقرب إليه صياما وقياما وذكرا كثيرا، كما عاش متهمما بالأمة وأحوالها، عاش بين همين متوازيين متداخلين، هم الآخرة وهم الأمة، الخلاص الفردي والخلاص الجماعي. غرس بذرة أسرة الجماعة واختصها بالرعاية والاحتضان، فانتشرت دعوته وتجاوز فكره العقبات والحدود وصار مدرسة متنقلة عبر الأجيال. ترجل الرجل بعد زهاء 87 سنة قضاها عابدا ولإحياء سنة رسول الله طالبا، دل على الله أفواجا وحث على سنة نبيه الكريم أقواما، شيعت أعداد منها إلى مثواه الأخير. وبذا كان رحمه الله قائدا وطنيا حاز الإجماع على علمه وصلاحه وتقواه وجهاده، وأنه قامة من القامات المغربية التي قل نظيرها.